انقطاع متواصل للتيار الكهربائي تشهده محافظة شبوة. وعلى وقع هذه الأصوات تعيش محافظة النفط والغاز لليوم العاشر على التوالي. المدن الرئيسية بأنها مدينة تعتقد المركز الإداري للمحافظة هي المتضرر الأكبر من هذه الأزمة، حيث توجد المرافق الخدمية الهامة وترتبط بها الكثير من مصالح المواطنين. بالنسبة للكهرباء طفوها علينا يا خلال 10 أيام يا أخي، فيها معانا أول حاجة خيرا عضو في اسم هذا المرضى اللي عندهم فشل كلوي واللي عندهم إلا في غرفة الأنعاش. نطالب من الحكومة بالمعالجة السريعة لهذا الجانب، لكون الكهرباء شيء مهم في حياتهم اليومية، حيث تسمعون الآن مواطن الكهرباء بكل الأزقات. المؤسسة العامة لكهرباء شبوة ترى أن لا حلول أخرى في الوضع الراهن لإعادة التيار غير مواصلة العمل مع الشركة المستثمرة وسداد المديونية المتراكمة منذ أكثر من عام ونصف. الطاقة الكهربائية كلها واقفة بسبب أن الاعتماد كله على شركة على مجموعة السعدي على الطاقة المشترى، تمام؟ فبدونها ما احنا قادرين نشق الشيء ولا حتى جزء من الطاقة. والأسباب أن حتى الثلاث المولدات الذي عندنا تقريبا 5 ميجا عندنا احنا حقنا نحن مش قادرين نصونها بسبب عدم وجود قطاع الغيار. فمثلا لو كتر بينا وصل الى 50,000 ساعة مش قادرين العمل، يعني وصلت صيانة 36,000 مفروض العمل للصيانة، لكن نتيجة عدم ان ما حد اعطانا شيء فلوس لا قدرنا نحصل عليها من الدولة ولا المواطنين يسددون فواقف. تمت مقترحات اخرى ترى الجهات المختصة ضرورة التفكير بها والعمل على تنفيذها من أجل وضع حل جذري لمشكلة الكهرباء في شبوة ولو بعد حين. تحديات كبيرة تواجه المؤسسة العامة للكهرباء في شبوة التي تعتمد أساسا على الطاقة المشترى، فيما بقية المولدات الخاصة بالمؤسسة تجاوزت العمر الافتراضي أو غير صالحة للعمل. يظل انقطاع التيار الكهربائي أحد أبرز المشكلات التي تواجه محافظة شبوة، لا سيما بعد أن رفضت الشركة المستثمرة مواصلة أعمالها، ومع غياب الحلول البديلة تتضاعف معاناة السكان أكثر وأكثر على مختلف جوانب الحياة. إبراهيم حيدرة، لقناة بلقيس، محافظة شبوة.